مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحلقة النهاردة حلقة مميزة جدا مع محصول مهم جدا، ممكن نقول عليه انه محصول المستقبل، محصول الاراضي الجديده. في توسع كتير خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه في هذا المحصول، وهو محصول بنجر السكر. الحقيقه في مشروع المليون ونص مليون فدان في شغل كتير على هذا المحصول، وكان النموذج الارشادي بتاع وزاره الزراعه على مساحه 20,000 فدان في غرب المنيا كان في جزء كبير من محصول بنجر السكر. في ظل ان احنا بنستهلك كميات كبيره من السكر، وفي فجوه حوالي 700 ألف طن سكر بنستوردهم من الخارج كل سنه، في اتجاه كبير للتوسع في زراعه بنجر السكر، بالاضافه انه محصول بالنسبه للمزارعين في تعاقد بيكون مع الشركات، فاسعاره بتكون مناسبه ومضمونة بالنسبة للمزارع على خلاف كل المحاصيل التانية اللي الحقيقة فيها مشاكل كبيرة جدا في موضوع التسويق خلال الفترة الأخيرة، سواء الطماطم اللي أسعاره انهارت، والبطاطس اللي المزارعين بتوع دلوقتي بأكلوه للمواشي، سواء الخيار، سواء معظم المحاصيل كلها فيها مشاكل كتير. احنا معانا المهندس صابر عبد الرحمن، استشاري زراعي ومسؤول بإحدى الشركات الكبرى في السكر، واللي بتزرع مساحة كبيرة جدا في غرب المنيا أو في المنيا بصورة عامة. مهندس صابر، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، سعيد أنا بحضرتك النهاردة، وأتمنى تكون حلقة قوية ومميزة ونفيد بيها كل الناس ونجاوب على كل الأسئلة اللي إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، الحقيقة أنا سعيد أن حضرتك معنا النهاردة، خاصة أن حضرتك من الناس النشطين واللي بيشتغلوا بالفعل على الارض، وانا بكون يعني دايما بجيب الشخص اللي بيشتغل على الارض اللي هيوصل معلومه صح للمزارعين. في البدايه بمحصول بنجر السكر، من زي ما انا قلت محصول مهم، محصول استراتيجي، محصول فيه توسع خلال الفتره اللي جايه، محصول مضمون بالنسبه للمزارعين. عاوز حضرتك تتكلم اكتر عن هذا المحصول، مساحات المزارعه في مصر فيه، كان دخل امتى مصر، تفاصيله ايه، التوسع فيه دلوقتي شكله ايه. تمام، اولا بس بسم الله الرحمن الرحيم، وانا عايز اقول بس سنه 2017 انا كتبت مقاله وقلت انه ازرع بنجر. ولما قلت ازرع بنجر كان ليها اسبابها، وكان ليها يعني التفسيرات اللي تعضد وتؤيد المفهوم ده والمعنى ده. انا عايز اقول بس بدايه احنا بننتج سنويا في مصر، او بنحتاج سنويا في مصر حوالي 3.2 مليون طن بنجر، طن سكر، واحنا الحقيقه بننتج حوالي 2.4، ففي فجوه زي ما حضرتك قلت سابقا من 900,000 لمليون طن سكر. والاحتياج ده بيتزايد كل ما بيتزايد عدد السكان، وكل ما بيتزايد الاحتياج والطلب على السكر، وده يعني متماشي تماما مع الطبيعه، طبيعتنا احنا كمصريين واحتياجنا للسكر، وكمان الصناعات اللي تقوم وبتنشا وبتستمر وبتقوم حاليا على السكر. فاحنا عندنا الفجوه دي، الفجوه دي ان شاء الله باذن الله يعني خلال السنه القادمه دي باذن واحد احد هتكون اتقفلت، سواء بالمشروع القائم حاليا في منطقه المنيا او باحد المصانع الاخرى ان شاء الله هتقام في جنوب مصر. احنا بنزرع بنجر، هنحقق الاكتفاء الذاتي خلال السنه الجايه، المفروض نحقق الاكتفاء الذاتي ان شاء الله باذن الله. احنا بنزرع بنجر من سنه 80، بدأنا ب 20,000 فدان، احنا النهارده بنتكلم على الموسم الماضي كنا وصلنا لحد 580,000 فدان. 580؟ 580,000 فدان. الموسم الحالي، وده موسم بقى واعد وموسم كبير وموسم فيه شوية حاجات كده إيجابية وحلوة جدا بالنسبة للبنجر، إنه هنوصل، وتوقعي الشخصي هنوصل ل 750,000 فدان. احنا حتى اللحظه اللي بكلمك فيها دي احنا تقريبا زرعنا حوالي 500,000، ولسه نوفمبر، لسه اكتوبر مخلص ولسه نوفمبر مخلص. طب ليه قلنا نزرع بنجر، وايه السبب اللي خلى بنجر قفز هذه القفزه الكبيره من لحد 20,000 30,000 سنه 80 لحد النهارده بنتكلم في 750,000 الموسم ده ان شاء الله باذن الله. ايه المميزات اللي خلت البنجر السكر، او ليه توسع بالشكل ده بالظبط؟ الحاجه الاولانيه طبعا انه في بعض شركات السكر اللي ظهرت مؤخرا من ابتداء من 2012 لحد النهارده، دخل حوالي 3 مصانع، بخلاف المصنع اللي هو دلوقتي حاليا موجود في منطقه المنيا اللي هو يعتبر اكبر مصنع على مستوى العالم.
وده اللي هيبتدي يمتص كل كميات البنجر الموجودة في مصر بشكل كبير جدا جدا. الحاجة التانية انه بالمنافسة مع المحاصيل الاخرى زي القمح وخلافه اتضح اخيرا ان البنجر لا هو برومسي شوية والبروفيت بتاعه عالي. الحاجة التالتة انه البنجر في السنوات الاخيرة ابتدى يبقى فيه نوهاو، ابتدى يبقى فيه تقدم وفي فنيات ابتدت تضاف وتزيد، والحقيقة دي منحت فرصة انه الانتاجيات تقفز من متوسط عام في الزراعات التقليدية من 18 طن على مستوى مصر وصلت لحد 22، وفي الزراعات الآلية كان متوسطها 30-32، النهاردة بنتكلم على 40-45 طن متوسط، في ناس وصلت لحد 60 طن في مناطق مختلفة. ما شاء الله 60 طن ده معناه انك في الآخر لما نقارن محصول بنجر بأي محصول آخر هو في الآخر محصول مربح، بس الأهم ان هو من ان هو مربح هو بداية هو محصول مسوق، بمعنى انا قبل ما بزرع بتعاقد مع المصنع سين، المصنع سين دوت بيقدم لي حزمه من الدعم، وفي النهايه انا عارف سعره، بياخد من المحصول، انا عارف سعره، عارف هورده امتى، هورده لمين، هورده ازاي. بترجع بس على المزارع حته انه ازاي ينتج الانتاجيه المناسبه له اللي تخليه في النهايه انه يعني ما يخسرش. وعموما البنجر دائما وابدا لا يخسر، البنجر ان لم يعني تكسب لم تخسر. ولو قرناه باي محصول من المحاصيل الحاليه هنلاقي لا في مشاكل كبيره قوي في محاصيل زي الفراوله وزي الطماطم وزي البطاطس، كل المحاصيل تقريبا وحصل يعني دروب كبير فيها مشاكل. المحصول الوحيد الامن هو محصول البنجر. الحاجه الاخرى ان المحصول البنجر هو محصول او محصول بيتحمل حاجات كتير قوي، بيتحمل بعض الملوحه في الميه، بيتحمل بعض مشاكل التربه، يعني ده ما عليهوش امراض خطيره نقدر نقول في الاخر لا ده احنا لازم نحط عينينا في وسط راسنا، لا هو امن يعني احتياجاته من الوحدات التسميديه المختلفه مقارنه بالمحاصيل الاخرى او اقل. عايز اقول لحضرتك انه تكلفه فدان بطاطس ممكن يخلينا نزرع 3 فدادين بنجر دلوقتي او 4 فدادين بنجر. لو جمعنا المارجن او العائد اللي جاي من 4 فدادين بنجر هو اكتر بكتير من فدان البطاطس. ده اللي انا عايز اقوله. طب النقطه مهمه يا باشمهندس، يعني حضرتك ذكرت مهمه ان المحصول ده بيتحمل درجه ملوحه وبيتحمل كذا، هل محتاج بيئه ايه البيئه المثاليه لزراعه بنجر السكر؟ لا وهل يصلح للزراعه مثلا في المغرى كمنطقه درجه الملوحه فيها عاليه جدا زي ما كان بيحصل؟ احنا عندنا محصول يقدر يتحمل ملوحه لحد 2000 و2500 جزء في المليون. اعتقد لكن الانتاجيه لو هيتحمل، هل الانتاجيه هتكون زي الاراضي الطبيعيه او الاراضي المناسبه؟ اي نسبه ملوحه، اي نسبه ملوحه بال يعني بشكل او باخر هتاثر على انتاجيه اي محصول. لكن درجات هذه التاثيرات او نسب هذه التاثيرات مقارنه بالمحاصيل الاخرى، لو قلنا مثلا الفول السوداني او البطاطس عند 700 من اول 700 و800 جزء في المليون هيبتدي يتاثر. لا البنجر بتاثر عند مستويات اعلى من كده، ممكن يبدا من 1300 و1500، بس التاثيرات كمان بتبقاش قويه مقارنه بالمحاصيل الاخرى. وده برضه بيديله الفرصه ان هو ينتشر في مساحات كتيره. ده بنجر سكر معانا على الهواء يا دكتور، كان في المزرعه الارشاديه بتاعه وزاره الزراعه في غرب المانيا. الحقيقه انا زرت المزرعه ديت قريب، والحقيقه طبعا هي ده كمان السنه اللي فاتت مش السنه دي. لا اعتقد السنه دي ان شاء الله هم رايحين ل 4000 فدان على ما اعلم يعني، والسنه دي بقى في معرفه اكتر، والاهم من ده كله انه شركات قويه هي دلوقتي حاليا اللي داخله في زراعه هذه المساحه، بقى في فهم للاحتياجات وفي فهم المشاكل الارض هناك. واعتقد السنه دي هيبقى في انتاجيه مختلفه تماما عن ما سبق يعني. هي عموما منطقه المنيا وغرب المنيا والصعيد ابتدى يبقى هو الاساس في زراعات السكر، زراعات البنجر السكر الحاليه. وعموما الاتجاه الاقوى رايح ناحيه الزراعات الاليه او الزراعات الميكانيكيه في بنجر السكر، لان هي دي اللي بتحقق الانتاجيات العاليه، وهي ديت اللي بيتواجد فيها الاماكن الجديده والاماكن اللي ارضها رمله واماكن ارضها صفراء. فده بيخلينا في النهايه نقول هو برومس، لان انت اي اجهزه ري او اي مساحات جديده انت محتاج في الاول محصول استصلاحي. طبعا المحصول الاستصلاحي اللي انا شايفه
علشان يظبط الارض ويخليها مؤهله للزراعه. البدايه هو البنكر. وانا قلت قبل كده ان لم تكسب منه لن تخسر. لانك انت هتحتاج تصرف قيمه عشان في الاخر تحسن من صفات الارض. انا بقول البنجر من اول سنه وبيحسن لك الارض، وفي نفس الوقت زي ما قلت هو محصول مسوق متباع، عارف هتوديه لمين امتى. طب في نقطه مهمه جدا. اتفضل. يعني احنا دايما لما بنتوسع في محصول معين بيحصل دروب فيه او بتحصل مشاكل فيه، زي البطاطس. يعني مثلا النهارده السنه الموسم ده في انهيار في الاسعار، تمام، فالناس السنه الجايه الناس مش هتزرع. لكن لو في الموسم ده في مكسب كبير بالنسبه لمزارعين البطاطس كل الناس السنه، فبيحصل ازمه كبيره في الاسعار وفي التسويق. هل ممكن ده يتكرر مع محصول مستحيل زي مستحيل السكر؟ مستحيل لاسباب عديده. اولا كل المصانع بتحقق او بتطلب مستهدف ليها كل موسم، وبالتبعيه هي بتحدد هذا المستهدف وبتحدده من مساحات. ففي كل سنه معروف ان كل مصنع ده له كميه لازم يزرعها، والا مش هيلاقي بنجر وبالتبعيه مش هيطلع سكر. احنا عندنا حتى اللحظه اللي بكلمك فيها دي 9 خطوط انتاج في مصر اللي بينتجوا حاليا. احنا ال 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 الخط الواحد بيحتاج له من 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 60 ل 70 الف فدان الخط الواحد. لو دخل المصنع الجديد ده لوحده قد 4 خطوط، يعني هو 4 خطوط في الكباستي او الطاقه بتاعته. ده كل خط من دولت هو محتاج من 8 ل 12 الف طن يعصرهم يوميا في مده عصر حوالي 150 يوم، بتبدا من اوائل فبراير وتنتهي ممكن على اواخر يونيو، نص يونيو، نص يونيو او يوليو، تمام، نص شهر 7. اللي انا عايز اقوله في الاخر ايه؟ ان ما يزرع سوف يورد. ان لم يورد لاحتياج المصنع هو يورد، لان في مجلس محاصيل سكريه هو الجهه المنوط بيها حل اي مشكله بين المزارع وما بين اي مصنع لو حصل ان المصنع رفض الاستلام. مستحيل اي بنجر هيتزرع لازم يسلم. طب احنا معانا باسم من كفر الشيخ. استاذ باسم، يا اهلا وسهلا استاذ باسم. ايوه يا فندم، كمل يا دكتور لحد ما يرجع لنا. اوكي. اللي انا عايز اقوله في الاخر انه صعب السيناريوهات. بدخول بقى المصنع اللي انا بحكي لحضرتك عليه دوت، ما هو مصنع، يعني احنا نذكر ان ده انجاز بالنسبه للمصنع. هيمتص اي كميه موجوده في الموسم ده. وانا بقول الموسم دوت في برضه حاجه غريبه جدا، انه حوالي 30% اضيفت على لكل مصنع على المستهدف اللي هو عايزه. يعني كل مصنع اضاف لاحتياجاته مش اقل من 20% غير كل سنه. فده محتاج مساحات اكبر. فاي كميه هتنزل من اي مصنع من دول هتروح المصنع ده بالذات. يعني اللي انا عايز اقوله في النهايه انه لا، احنا عندنا يعني صناعه سكر عظيمه، وعندنا احتياج لهذا المنتج، وفي توسع اكتر. وانا بقول اللي حاجه تانية، يعني ده انا بقول لحضرتك المشروع دوت بدخول هذا المشروع هنوصل ل 800,000 و 900,000 فدان بنجر سنويا خلال الموسم القادم. طب سؤال مهم جدا. هل احنا لما نزرع 900,000 فدان بنجر سكر مش هيأثر على المحاصيل التانية الاستراتيجيه؟ صح. زي المحصول القمح، زي المحاصيل اللي احنا محتاجينها بصوره كبيره جدا وعندنا فيها مشاكل كتير زي القمح مثلا. احنا اكبر دوله مستورده في العالم. اكيد كلام حضرتك منطقي جدا، بس انا عايز اقول في الاخر المزارع هيحسبها، هيكسب منين اكتر، ايه المحصول الامن بالنسبه له، ايه المحصول اللي هيورده. دي نقطه. النقطه الثانيه انه انا بقول احنا رايحين للمناطق الجديده ورايحين نزرع في الصحراء، والجديد هنسيب منطقه الدلتا دي كلها ورايحين لمكان احنا في حاجه ان احنا نعمره. منها المشروع اللي حضرتك بتتكلم عنه، مشروع 1.5 مليون فدان اللي احنا محتاجين هنعمره بايه؟ بالمحاصيل الجديده الاول زي البنجر. لازم يخش في البدايه بنجر عشان يبدا كجزء من اصلاح هذه الارض. وفي نفس الوقت احنا عندنا الحمد لله رقعه زراعيه بتزداد يوميا، سواء في منطقه الواحات، في منطقه الفرافره، ابو منقار، العوينات، توشكا، المنيا بكل ظاهرها، غرب المنيا. يعني انا كنت في غرب المنيا ومشروع
الخاص بشركه مشروع شركه الريف المصري حوالي 200 الف فدان جنب مزرعه وزاره الزراعه مباشره. دي مساحه قويه جدا، مساحه هتروح لمحاصيل كتيره وعلى راسها البنجر. فانا بقول لا، البنجر رايح المناطق الجديده بشكل كبير، والدليل على ذلك الضبعه. الضبعه كانت لسه لحد قبل سنتين ماضوا مشروع مستقبل مصر، كنا ما كانش في حاجه موجوده. دلوقتي احنا بنتكلم على السنه دي مزروع 35 الف فدان في المنطقه. ده ما جاش في طفرات الحقيقه في الزراعه. طب احنا رجع لنا استاذ باسم من كفر الشيخ. استاذ باسم، استاذ باسم، الو، اتفضل يا فندم. الو، ايوه يا فندم، اتفضل. فدلين مجر يا فندم. نعم، فدلين مجر. وبعدين ترشحوا حاجه. لا انا وبعدين يا فندم، احنا مش سامعين، ممكن تتحرك حتى فيها شبكه بس. يعني مش سامعين كويس يا سيدي، بقى في شويه. لما انا كنت يا فندم، اتفضل. راح قدام البنك وروضهم، وبعد ما روضهم كان ايه اللي حصل في السنه الجايه. سامع انت؟ انا مش سامع. طب احنا هنتواصل مع حضرتك تاني. شكرا جزيلا استاذ باسم، شكرا جزيلا لك. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. بس طب في سؤال مهم جدا بخصوص مناطق زراعه البنجر. يعني في حد بيتصل مثلا من اسوان بيقول هل البنجر ينفع يتزرع في اسوان؟ هل ينفع في اماكن معينه بيجود او تجود فيها زراعه محصول البنجر ولا لا؟ احنا عندنا خط عرض معين. لما بننزل عن خط العرض دوت، هو البنجر عموما هيجود في اي ارض وفي اي وقت، حتى الارض الغنيه القديمه. نسب السكر طبعا، هي نسب السكر بتبتدي تتاثر بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، فكل ما هننزل تحت الانتاجيه كويسه لكن السكر بيبتدي يتاثر. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انه يعني دلوقتي احنا زرعنا البنجر في شارع الاوانات، وفي تجربه ان شاء الله، واتزرع في توشكا، وفي تجربه حاليا ان شاء الله هتقام ان احنا نزرع جزء في شارع الاوانات وتوشكا في نفس الوقت. وعلى فكره برضو في بعض الشركات متعاقده على مساحات جوه توشكا، ويمكن حد النهارده كان بيكلمني عايز يزرع في شارع الاوانات. هي المشكله في شارع الاوانات بالنسبه لي او بالنسبه لاي مصنع هي عمليه النقل مكلفه جدا جدا جدا، وبعض الشركات بتحط رقم محدد لسعر نقل الطن، والمزارع بيتحمل الفارق. لكن من الاعوانات هيبقى الفرق كبير جدا، هتلاقي في الاخر المارجن بتاع المزارع او العائد بتاعه يبقى اقل. انما يجود يجود، هيجيب انتاجيه في منطقه الاعوانات توصل ل 30 طن و 40 طن و 35 طن في الاعوانات الموسم الماضي وموسم قبل الماضي. الزراعه في اسوان طبعا ومنطقه وادي النقره بالذات والاماكن اللي هي وكومومبو والحته دي في الاول بتزرع بكفاءه عاليه، بس هو هناك طبعا المسيطر على القصب، محصول القصب هناك بشكل كبير وبشكل واضح جدا. يعني طب لو قارنا بين القصب سريعا، يعني القصب بنجر السكر. طيب القصب طبعا هو في الاول من حيث هو طبعا نسبة السكر في البنجر اعلى من السكر في القصب. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان البنجر او قصب السكر بيستهلك كميات ميه مقارنه بالبنجر اعلى بكثير. النقطه الثالثه ان القصب السكر بيشغل الارض لوقت اطول. بنجر السكر ممكن تزرع في نفس السنه بنجر سكر ومحصول اخر في على مدار السنه. في قصب السكر لا يمكن هتقدر تعمل الكلام. الاتجاه العالمي عموما هو اتجاه ان تطلع البنجر السكر من بنجر السكر من البنجر وليس من القصب، لانه برضو نقدر نزرع البنجر في كل القطر المصري. بيبقى عندنا صعوبه شويه لما نزرع القصب السكر في الشمال، هيبقى في مشكله فيه. اعتقد برضو يمكن معرفش يمكن في حته امنيه برضو من انتشار الكثافات في منطقه القصب في منطقه بس عموما الاتجاه اللي عام دلوقتي انه المحافظه على مساحات القصب الموجوده موجوده، واعتقد ممكن تزيد بس بالتوازي. احنا بنحاول نوسع في محصول جديد مساحات البنجر. طب احنا معانا محمد من الغربيه. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. بالنسبه للمغرق، انت عارف ان درجه المغرق بتتراوح من 2500 حتى 8000. هل تصلح؟ اللي هي 4800، هل ينفع نزرع فيها بنجر السكر؟ البنجر، وهل يتاثر بنسبه الملوحه ودرجه السكر؟ انا قلت قبل كده انه لحد تحمل لحد 3000 بشكل واضح، يعني
اكتر من كده يبتدي بقى البنجر نفسه يتاثر، لانه درجه الحراره درجه الملوحه بعد ال 3000 واي محصول على فكره مش البنجر بس، بس انا بتكلم البنجر بيتحمل لحد 3000 غير محاصيل كثير. يتاثر طبعا، ونسب السكر على فكره كل ما بقى فيه ملوحه كل ما نسب السكر تبقى افضل، يعني حاجه برضو غريبه جدا في البنجر انه لما بقى فيه نسب ملوحه السكر. استاذ محمد اسمعنا بقى كمل معنا اتفضل يا باشمهندس. ودي احد الاشياء المهمه، يعني لما بقى عندنا ارض فيها ملوحه البنجر بيمتص الصوديوم ويشتغل بيه ويخليه يحل محل البوتاسيوم. عشان كده بقول ان لو لما بنزود نسب البوتاسيوم في التسميد في البنجر بيحصل مشكله. احنا هناخد شويه معلومات حلوين دلوقتي للمزارعين، لكن حضرتك اتكلمت وكررت كتير نسبه السكر في البنجر. نعم. وفي ناس مزارعين كتير بيشتكوا بان نسبه السكر قليله، هل في توصيات معينه للمزارعين؟ انهم يحافظوا نعم. على نسبه السكر نعم. سواء في اثناء الزراعه اثناء الري اثناء بعد الحصاد نعم. الى اخره. طيب هو بدايه السكر طبيعي بيزيد في الجو البارد. يعني هتلاقي العروه الاولى دائما سكرها عالي اللي هي بتتشال في اوائل شهر فبراير شهر 2 وبعدين بتبتدي نسب السكر بتقل كل ما بروح على شهر 5 وشهر 6 وشهر 7. يبقى اذا ارتفاع درجات الحراره هو له تاثير على نسبه السكر. طب دي عوامل خارج اراده يعني المزارع، بس في بقى حاجات في ايديه يقدر يعملها بحيث انه في النهايه نقدر نقول لا انت عندك مشكله لو انت عملت هيبقى عندك مشكله في السكر لو انت عملت هذا الامر. ايه هي؟ اول حاجه انه بيدي جرعات عاليه جدا جدا من النيتروجين. انا بعرف ناس بتدي 20 شكاره يوريا للفدان، ده حاجه قاسيه جدا يعني. يعني بنقول في الاراضي الطينيه انت محتاج ماكسيمم 80 وحده نيتروجين. كل ما بتزود نسب النيتروجين واضافته كل ما بيبقى عائق امام تكوين السكر. اتنين، الناس اللي بتاخر التسميد النيتروجين لحد عمر 120 يوم و130 يوم و140 يوم ده شيء في الاخر برضه بيأثر على نسب السكر بيقل. لا انت حافظ انك تخلص برنامج التسميدي على 100 يوم كل الوحدات التسميديه المتاحه. الحاجه الثالثه انه بيوسع المسافات. لما بيوسع المسافات بيديله بنجر كبير. انا ما يهمنيش بنجر كبير لان البنجر الكبير تحت الارض. هو البنجر عباره عن مجموعه من الحلقات وبينها السكر. فانت كل ما بتدي نيتروجين وتدي ميه لكل نتيجه المسافه بين الحلقات دي بيزيد كوزن لكن مش كسكر. انت لو زودت العدد وحافظت على حجم صغير هو في النهايه هتحصل على سكر عالي وانتاجيه عاليه برضه. فانا بنصح الاخوه المزارعين ما توسعش المسافات، ما تزودش في 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 وحدتك التسميديه. والاهم من ده كله بقول له خلص برنامج التسميد بتاعك بدري. ادي اللي على المزارع. في حاجه كمان على المزارع في ايه هي؟ ان برنامج الري او الرطوبه او الميه اللي هتضيفها في اخر 30 يوم من عمر النبات حاول تقللها بالتدريج على قد ما تقدر، بحيث قبل التقليع ب 15 20 يوم يكون وصلنا النقطه. كل ما هتخلي الرطوبه حوالين النبات قليله جدا في اواخر عمره كل ده ما هيخليه يوجه نشاطه ناحية تكوين سكر بشكل كويس. فبرضه ضبط المية وضبط الرطوبة وضبط الري في الفترات الأخيرة من عمر البنجر مهمة جدا. الحاجة الأخيرة إنه طبعا كل ما بتزود عمر البنجر بتزيد الإنتاجية. وده شيء ملحوظ جدا جدا جدا. عشان كده بقول إيه، إحنا الوقت المثالي من 180 يوم ل 210 يوم هتحصل على سكر كويس وهتحصل على إنتاجية كويس. طب لو زودت على 210 يوم 230 240 هتزيد الإنتاجية إلى حد ما وبشكل كويس، بس في النهايه هتأثر على نسب السكر، وخاصه لو انت داخل على الاشهر زاد درجات الحراره المرتفعه اللي هي مايو ويونيو ويوليا. فانا بنقول له لا، طيب حاول ما تزودش العمر في الفتره دوت واكتفي. احنا محتاجين في الزراعات الاليه نحط 63,000 نبات في الفدان. ومحتاجين نحط على الاقل خالص 40,000 ل 45,000 نبات في الاراضي الطينيه، بس بنوع من انواع المعلومه او المعرفه اللي المفروض نقولها للفلاح. طب احنا معانا الدكتور احمد ابو اليزيد رئيس شركه دلتا السكر، ويعني الحقيقه الدكتور أستاذي. احمد من استاذنا علماء واستاذنا كلنا يعني. دكتور كده. احمد مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المستمعين. ربنا يخلي حضرتك كريم. المهندس عبد الرحمن وحشني يا باشمهندس. اهلا حبيبي يا دكتور، ازيك؟ انت وحشني جدا. الحمد لله ربنا يبارك لك. نورتنا يا دكتور والله. دكتور احمد، في البدايه يعني باعتبار ان حضرتك اصلا استاذ زراعه بكليه زراعه بجامعه عين شمس، يعني هل ترى زراعه توسع في زراعه بنجر السكر ممكن يحقق لنا الاكتفاء الذاتي خلال الفتره الجايه؟ وشايف هذه الخطوات نحو التوسع ايجابيه في دعم
منتج السكر في مصر ووصول الاكتفاء الذاتي؟ طبعا زي ما اتفضلت حضرتك وتفضل ضيفك الكريم، مصر بالفعل حاليا فيها ميزه نسبيه، يعني هناك استثمار جديد زي الاستثمار اللي موجود في غرب المنيا، مساحه 180 الف فدان بتستصنع وبيتعمل عليها مصنع سكر على اعلى مستوى. الكلام ده كله مبشر ان هتزداد مساحات بنجر السكر المزروعه في مصر نظرا لما يضافيه من الميزه النسبيه، ودلوقتي احنا عندنا المساحه بتفوق ال 600 الف فدان. وزي ما كان لسه معالي وزير التنميه بيقول تصريح من قريب، ايوه احنا باذن الله داخلين على اكتفاء ذاتي للسكر، واحنا محققين دلوقتي ما يقرب من 75 ل 78% اكتفاء ذاتي باذن الله لما يشتغل المصنع الجديد، وبالاضافه الى التطوير اللي بيتم حاليا من شركه السكر والصناعات التكامليه، فمصر ان شاء الله هتحقق اكتفاء ذاتي لهذه السلعه الاستراتيجيه الهامه. هل ممكن نصدر كمان يا دكتور ولا ايه؟ يعني احنا خلينا نتكلم ايه؟ ان احنا نعملها بمراحل. احنا مصر بالفعل على فكره بتصدر سكر حاليا، بس بتصدر نوعيه من السكر اللي هو السكر البني اللي بينتج من قصب السكر. قصب السكر فيه ميزه نسبيه ان بينتج منه سكر بني، واحنا مصر بتصدر سنويا ما يقرب من 80,000 ل 100,000 طن بيروحوا على بعض الدول وبينهم كينيا. اما بالنسبه للسكر بنجر السكر، احنا عندنا هنا يعني ميزه نسبيه شويه ان تكلفه انتاج السكر بنجر السكر بتبقى تكلفه اقتصاديه، ونقدر نحقق بيه اكتفاء ذاتي في مصر، وبالتالي نقلل من الفجوه الافتراضيه اللي كنا بنستوردها صوره سكر خام او سكر ابيض او بعض المخليات. طب يا دكتور سؤال الأخير مع حضرتك، يعني هل التوسع في زراعة بنجر السكر ممكن يأثر على محاصيل تانية زي القمح مثلا؟ لا حضرتك، لسبب لأن خطة الدولة، أنت عارف حضرتك إحنا مساحتنا في القمح معظم الأراضي اللي مزروع فيها يعني قد تكون 75% من القطاع العريض اللي مزروع فيه القمح هو في أراضي دلتا. لكن احنا بنشوف دلوقتي التوسع في زراعه بنجر السكر كلها اراضي جديده. انا عايز زي ما قال الدكتور الكريم دلوقتي الباشمهندس صبري عبد الرحمن، ان الاتجاه كمان الى زياده انتاجيه وحده المساحه. يعني بدل ما الفدان كان بينتج متوسط من 18 ل 19 طن، انا النهارده ما يحصل تحديث لمنظومه بنجر السكر وتطوير زراعته بالزراعه الاليه وتكثيف الزراعه أصناف وحيدة الأجنة، أقدر آخد من وحدة الفدان من 35 ل 40,000 طن. وبالتالي لما تبقى المساحة بتدي إنتاجية عالية، مش هيبقى في منافسة قوية قوي بين وبين محصول مهم جدا لحضرتك أشرت عليه اللي هو محصول القمح. طب في سؤال من المهندس صابر لحضرتك. يا دكتور حبيبي ازيك أولا؟ وحشتني جدا جدا. انا دكتور احمد ابو يزيد، اخ وصديق عزيز وزميل دراسه واحد المميزين من علمائنا الافاضل في بلدنا الحقيقه، يعني كمان اللي انا عايز اقول يا دكتور، احنا بره بيتحاسب على مش على طن الانتاج بنجر، هو طن فدان سكر. احنا عايزين نوصل المفهوم دوت يا دكتور بعد اذن معاليك للفلاح، انه لما نيجي ننتج او ناخد منه سكر ونوجهه ناحية هذا الهدف. يعني الحاجة التانية، انا يا دكتور بعد اذن حضرتك، انا شايف ان احنا كمصانع سكر ما زلنا مقصرين في حق المزارع، ولم نعمل على تطويره وتدريبه على الاصناف وعلى طرق الزراعة الحديثة الحالية، وبالتبعية احنا في هذا الاطار او في هذا الاتجاه كلنا مشاركين، ان احنا لازم يبقى عندنا منظومه نخلي من خلالها نحاول يعني ندرب اخونا المزارع على الاشياء الجديده. احنا دائما وابدا بنزرع بشكل تقليدي جدا، وللاسف برضه ده يعني منطبق على عقول الناس المشرفه على هذا الامر. فايد يعني تفكير الدكتور او التواجد بتاع الدكتور احمد من يوم ما تولى امر شركه الدات، الحقيقه انا شايفه في هذا الاتجاه بيحاول يدخل المونو جيرم بشكل كبير، بيحاول يخرج بنفسه في زيارات لبعض المزارع والمزارعين.
انا عايز بقى كل المفهوم ده بقى يبقى موجود عند كل الشركات يا دكتور، ويبقى كلنا في هذا الاتجاه. تمام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد ابو اليزيد رئيس شركه دلتا للسكر، شكرا جزيلا لحضرتك. باشمهندس نصائح اخيره للمزارعين، احنا وقتنا يعني باقي دقيقه او اتنين بالكثير ان شاء الله بزا. انا عايز اقول بس اخويا المزارع، حاول تجرب المونو جيرم او الوحيد الاجنه، ابعد شويه وما تخافش من المالتي جيرم. ايه وحيد الاجنه؟ او عديد الاجنه في في البذره. ضيق المسافات شويه، ما تديش المسافات الكبيره في البنجر. عايز اقول له برضو لا تبالغ ولا تغالي في اضافه اسمده نيتروجينيه كتير. عايز اقول له خلي بالك من بعض الامراض اللي هتبتدي تظهر قريب. عايز اقول له تكرار الزراعه في نفس الارض هيعمل لك مشكله، لا حاول تعمل دوره زراعيه وتحاول تنوع ما بين السنه الموسم والموسم. عايز اقول له ان المحصول بنجر هو المحصول الوحيد الواعد، تمسك بيه وهو الوحيد الامن، وهو الوحيد يقدر تسوقه قبل ما تزرعه، وهو الوحيد اللي تقدر تكسب منه مقارنه بباقي المحاصيل الاخرى. بشكر حضرتك جدا باشمهندس صبر عبد الرحمن، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله يكون لنا زياره لقناه لشركه القناه للسكر باذن الله. الصرح العظيم اللي مصر تفخر به ان شاء الله في ظل السياسه الحاليه وظل التوجه العام الحالي. احنا عندنا مشروع يا جماعه عملاق كبير هينقل مصر وهيوديها لحته تانية في مجال صناعه السكر، وهينمي منطقه الصعيد بشكل كبير جدا 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 جدا، وهيخلي المنطقه كلها اللي حواليه تزرع بنجر وتزرع، مش شرط بقى بنجر، هيبقى مجتمع زراعه صناعي جديد ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك جدا باشمهندس، ان شاء الله يكون لنا زياره لالمانيا لزياره المصنع. مشاهدينا يعني نتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا مع المهندس صابر، وخاصه اخواتنا المزارعين، شكرا جزيلا ليكم. وكمان بنوجه شكر لاداره القناه، وخاصه الاستاذ نصر الشاهد مدير الانتاج بقناه الصحه والجمال، على مجهوده وشغله العظيم معانا وتعبه طول الاسبوع علشان نطلع بالشكل ده كل يوم خميس 9 مساء. هنطلع ان شاء الله نشوف تقرير مهم جدا من اكبر قريه او اكبر تاني قريه في مصر بتزرع محصول القلقاس. محصول القلقاس من اهم المحاصيل الزراعيه اللي كتير ما نعرفش عنها او ما حدش يعرف عنها كتير، والقريه دي هي قريه الدلتون، منها الحقيقه كثير من المثقفين والادباء، منها عبد الرحمن الشرقاوي، يتصور فيها اجزاء من فيلم الارض. قريه الدلتون دي في مركز شبين الكوم بمحافظه المنوفيه، هنشوف التقرير عن زراعه القلقاس بالسماد الحيوي، وهيتكلم في هذا التقرير الفلاح القراري عم الحاج عطيه او محمد عطيه. هنطلع نشوف التقرير ان شاء الله، وانتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، ومعكم شعبان فلاح. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. النهارده من قريه عريقه وعظيمه، منها ادباء ومثقفين وعلماء، وقريه لها تاريخ كبير من قريه الدلتون بمركز شبين الكوم بمحافظه المنوفيه. معانا الفلاح القراري زي ما هو معروف هنا في القريه، معانا الحاج محمد عطيه. اهلا بك يا حاج. اهلا وسهلا بيك، شرفتونا، وانا مره برحب بقناه الصحه والجمال، وبرحب بالاستاذ شعبان بلال الاعلامي المتالق والمحاور البارع وفريق العمل الذي معه. شكرا جزيلا لك يا حاج. الحقيقه يعني احنا القريه دي من اكبر القرى في مصر اللي بتزرع قلقاس ومتخصصه في هذا المحصول اللي كتير من المصريين ما يعرفوش عنه كتير، ولكن مصر دولة شهيرة بيه عالميا وبتحتل مركز متميز في زراعته، والقرية دي من أكبر القرى اللي بتزرعه. حضرتك يعني في تجربة خاصة مع الدكتور محمد فتح سالم، وبتستخدم سماد حيوي نوفا بلس ونوفا كي في الزراعة. عاوزين نعرف من حضرتك يعني تجربة حضرتك وتفاصيلها وقصتها، وبدأت زراعة بالنوفا بلس ونوفا كي والسماد الحيوي ده من إمتى، ونتائجه كانت إزاي بالنسبة لك؟ أحب أتكلم عن معلومة أن قرية دلتون هي ترتيبها الثاني في زراعة القلقاس بعد قرية شنوان. قرية شنوان هي رقم واحد في زراعة القلقاس، وقرية شنوان أيضا تابعة لمركز شبين الكوم. بالنسبة للقلقاس، القلقاس اسمه له عدة أسماء، منها الاسم الإنجليزي تارو، والاسم المصري قلقاس، وهناك أصناف عديدة من القلقاس، والمنشأ والموطن الأصلي للقلقاس هو بلاد الهند وجنوب شرق آسيا. وبالنسبة لمصر هي ترتيبها يكون تقريبا السادس بالنسبة عالميا في زراعة القلقاس.
يسبقها بعض الدول زي الصين ونيجيريا والكاميرون وساحل العاج وغانا وغينيا الجديدة، ولكن القلقاس المصري يتميز بصفة خاصة عن جميع أنواع القلقاس في العالم، بحجمه الكبير، بمواصفاته العالية غذائيا. وأحب أضيف معلومة كبيرة جدا لبعض الناس والمستمعين، ومن منبر قناة الصحة والجمال بحب أقول أن القلقاس له فوائد غذائية عديدة. أولا بيقوي النظر، نمرة اتنين بيعطي ويعزز جهاز المناعة، ودي دعوة للناس عشان بالنسبة لفيروس كورونا بنشدهم ونقول لهم أكثروا من أكل القلقاس. نمرة ثلاثة الناس اللي عايزة تعمل تخسيس، أكل القلقاس مفيد جدا. الضغط والسكر مفيد جدا، ودي دراسات مش كلام أنا بقوله، دي بناء عن دراسات حديثة أثبتت الكلام اللي أنا بقوله ده. بالنسبة للقولون والجهاز الهضمي مفيد جدا، لأنه يعني يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ألف وبي وجيم، يحتوي لنسبة كبيرة من المعادن زي المغنيسيوم والمنجنيز وغيره. أنا مش عايز أستفيد في الموضوع ده لأن هو مش ده الأساس. لو أنت جهز لنا، أنت حضرتك جهز لنا شوية قلقاس ناخدهم وإحنا رايحين معانا، مادام في فوائد كتيرة كده. لا صحيح، بكلمك صراحة. ثانياً القلقاس من الأكلات الجميلة جداً اللي بيطهى بأكثر من طريقة. يطهى القلقاس مطبوخاً بالطماطم أو مطبوخاً بالخضرة أو مشوياً أو مسلوقاً. له دي كتير وأخف كتير في الأكل من البطاطس. خفيف جداً على المعدة والجهاز الهضمي من البطاطس. هندخل بقى في مجالنا وموضوعنا النهارده، التجربة زراعة القلقاس بالسماد الحيوي النوفا بلس. اولا انا بتقدم بالشكر للدكتور محمد فتحي سالم، الرجل الذي لا له جهدا في خدمة الزراعة في مصر، ودي حاجة كبيرة، ونرجو من الدولة انها تتبنى مشروع الزراعة الحيوية حتى نستطيع او يستطيع الفلاح المصري ان يكون له بصمة في التصدير لدول اوروبا. واحنا النهارده عارفين ان اوروبا النهارده عايزة زراعة خالية من الكيماويات، وده مش هتتحقق الا اذا استخدمنا السماد الحيوي والنوفا بلس. وكان ليا تجربه سابقه في البرسيم وكان عامل انتاج كويس جدا البرسيم، وليا تجربه في الذره، وليا تجربه الان في القلقاس. يعني دي مش اول سنه لحضرتك؟ لا 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 لا، مش اول سنه حضرتك بتستخدم فيها نوفا بلس. استخدمته في لو ما استخدمتوش قبل كده في البرسيم وفي الطماطم، انا ما كنتش زرعت بول القلقاس لانه جاب نتائج عنده وحقق نتائج كبيره. عندنا القلقاس كام سنه تقريبا بتستخدمه؟ من حوالي سنتين، يعني حوالي سنتين وانا بستخدم النوفا بلس. القلقاس القرية الدلتون بتتميز بزراعة القلقاس، ويعتبر محصول اساسي وبيعتمد عليه الفلاح في الدخل. يعني الفلاح يمكن لو عليه فلوس، لو بيجوز حد، لو مش عارف ايه، بينتظر زرعة القلقاس ديت من السنة للسنة عشان يسدد اللي عليه ويدفع اجارة الارض ويجهز اولاده ويعلمهم من الزرعة دي. احنا ايضا عاوزين يبقى في اتجاه كبير من الدولة لتشجيع الفلاحين على الزراعة لحتى يستطيع يقوم الفلاح بتصدير للخارج عشان نوفر حتى كمان عملة صعبة، ويبقى القلقاس مزروع بسمات حيوي نظيف يبقى أورجانيك. أنا عندي القلقاس الحمد لله زي ما حضرتك شايف في على الطبيعة، ده مزروع القلقاس اللي ده موجود، ده مزروع حيوي. الجنب اللي جار ده مزروع كيماوي، أنا جاري ده مزروع أنا وهو في يوم واحد. الجار الثاني اللي زرع كيماوي بعدي زرع انا زرع بعده بشهرين، وفي فرق بينه وبين الزراعه بتاعته تشوفها بالصوت والصوره موجوده. في فرق طبعا موجود. القلقاس اللي بنزرع بالسماد الحيوي اثبتت النتائج السنه اللي فاتت ان عندنا معدل انتاج الفدان كان معروف من 15 ل 18 طن للفدان. باستخدام الاسمده الحيويه تعدى الفدان 25 طن. يعني في اكتر حوالي نصف ضعف. نعم. علاوه على كده ان احنا وفرنا فلوس باستخدامنا للسماد الحيوي، لان السماد الكيماوي فدان القلقاس معدلاته بالنسبه للارض عندنا في الدلتون بصفه خاصه من 15 ل 20 شكاره كيماوي، سواء يوريا او نترات، يعني تقريبا بمعدل من 3000 ونص ل 4000 جنيه الفدان في السنه. النهارده احنا بنحط للفدان من 3 ل 4 جراكن نوفا بلس، ما بيتعداش 1500 جنيه، بكتيره 2000 جنيه مع الرش بالنوفاكي، واخد بال حضرتك؟ وبيحقق الانتاجيه اللي انا بقول لحضرتك عليها. طبعا القلقاس لحد دلوقتي ده كله بيبني مجموع خضري، لسه بقى على شهر 11 و 12 بيبتدي القلقاس يصب في القرمه بتاعته اللي هي الضرنه اللي تحت الارض، تبتدي تصب. بتصل القرمه احيانا او الضرنه دي بتصل احيانا الى 4 و 5 كيلو الضرنه تحت الارض دي. طب
انت متوقع هيكون قد ايه ده من خلال الانتاج؟ يعني الحجم بتاع القلقاسه الحجم هيوصل الكيلو الراس 4 كيلو 5 كيلو، وانتاج الفدان هيتعدى ال 25 طن. الفدان هيتعدى 25 طن ولا. يعني مش بالنسبه لنا في بس مش في الوقت ده، مش في الوقت ده يعني على شهر 12 وشهر 1، لان القلقاس لسه ما صبش لحد دلوقتي. القلقاس لسه يعني احنا عندنا دلوقتي في ميزتين، ميزه في التكلفه اقل، نعم، وميزه في الانتاج اعلى. نعم نعم، الانتاج اعلى وتكلفه اقل بالنسبه للتسميد. ثانيا بقى والاهم من ده كله، ان انت بتاكل خضار نظيف، بتاكل اولادك خضار نظيف، لان طبعا الدراسات الحديثه كلها اثبتت ان استخدام الكيماويات والاسمده الكيماويه زي اليوريا وخلافه دي اثبتت الدراسات انها بتسبب اورام، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نخرج من بتاع، وبدل ما بنصرف في بناء مستشفيات والاورام وتبرع على مستشفى الاورام وندفع مش عارف ايه وافتح ايه، طب ما نوفر الفلوس ونزرع بالسماد الحي. طب معلومه مهمه حضرتك اتكلمت معانا فيها قبل ما نسجل، وهي ان حضرتك حملت محاصيل تانية على القلقاس، نعم، ورغم كده ما شاء الله النمو الخضري بتاعه، نعم، عالي جدا مقارنه بالمزارع بالاسمده الحيويه. عاوزين، نعم، حضرتك تتكلم على تحميل محاصيل تانية على القلقاس، وهل التجربه دي نجحت بالنسبه لحضرتك؟ نعم نعم، بالنسبه للتجربه ديت اللي هي تحميل اكتر من زرع على القلقاس، احنا بنزرع الطماطم عاده وبنحمل عليها قلقاس وبنحمل عليها ذره. الطماطم بنزرعها تقريبا في اول شهر 2، لان احنا بنزرع مكشوف، ما بنزرعش صوب ولا بنزرع انفاق، بنزرع مكشوف وبنروي غمر، ما بنرويش تنقيط ولا رش. نمره 2 ان احنا من شهر 2 لحد شهر 4 بيكون الطماطم خلاص بدات تاخد وضعها الطبيعي، وبدات شجره الطماطم تكون في وسط المصطبه بتاعه الارض اللي احنا زارعين فيها الطماطم. بنزرع بعد كده في شهر 4 تكون الشجره بقت في وسط المصطبه، بتديها عزقه واتنين لحد ما تبقى في وسط المصطبه. بتبقى بعد كده نزرع من الرشتين الاثنين بتاع المصطبه، وناحيه والقاس والناحيه الثانيه والقاس، وبنزرع واحده منهم ذره. الذره ده بنزرعه عشان عمليه تلطيف الجو على زرعه القلقاس وزرعه الطماطم، لان الذره بينمو بسرعه وبيكبر قبل القلقاس، فبيدي روح للزرعه ويديها شويه ظل حد يحميها من درجه حراره الجو الكبيره يعني. التجربه بالنسبه لي كانت ناجحه. انا طبعا كنت زارع قبل كده طماطم السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، يعني مش كنت زارع السنه اللي فاتت، مش اقول تجربه، لا، انا التجربه دي زرعتها من زمان، وكنت بزرع في التسعينات كده، يعني كنت بزرع طماطم والقلقاس في التسعينات، ويمكن البلد عندنا كلها كانت بتزرع كده، تزرع طماطم وتحمل عليها والقلقاس وذره، ونجح التجربه. حضرتك شفت القلقاس وشفت المصطبه بتاع الطماطم، على ما بيجي القلقاس حضرتك يشتغل بيكون احنا خلاص انتهينا من محصول الطماطم، يعني محصول الطماطم بيخلص، يبتدي يكون القلقاس بدا يظهر وينمو من الارض، ما بيأثرش. في الفتره الاولانيه القلقاس ما بيحتاجش ميه كتير، لان احنا عندنا القلقاس ده بيعتبر من من النباتات المتوسطه المياه، يعني مش زي الرز بيحتاج ميه كتير، بس مش زي الرز، لان بيجي وقت علينا بنرقه كل 3 ايام واربع ايام القلقاس، لان بيحب الميه. ولذلك الورق بتاعه لو انت حضرتك شفته عليه طبقه شمعيه عشان عمليه النتح، بتقلل من عمليه النتح، لانه بيحب الميه، ما يفقدش الميه بسرعه. طب سؤال اخير، هل استخدام السماد الحيوي ده بيأثر على الامراض الفطريه والحشريه اللي ممكن تصيب طبعاً النباتات او تصيب القلقاس؟ طبعا طبعا، السماد الحيوي ده عباره عن كائنات حيه وعباره عن بكتيريا، ده بيخصب بالتربه. حضرتك لو جبت طفل هزيل وجاله شويه برد، ايه اللي بيحصل له؟ عايز يروح للدكتور وما يقدرش، وعندوش مناعه وعندوش مقاومه. طب لو طفل قوي يبقى جهاز المناعه بتاعه كويس. النبات نفس القصه، احنا بنبرد النبات زي الطفل، زي الانسان، زي البني ادم. النبات لما بيبقى قوي، البنيه بتاعته قويه، بيستطيع ان يقاوم الفطريات والحشرات والافات، بيقاوم، عنده مناعه طبيعيه، زي الجسم عنده مناعه طبيعيه، ما هو كائن حي، ما هو النبات ده كائن حي، زي البني ادم ما هو كائن حي، بيبقى عنده مناعه ضد الفطريه لانه قوي، ما فيش حاجه تاثر فيه. واخد حضرتك؟ انما لو ضعيف وهزيل اي حاجه هتاثر فيه. واخد بال حضرتك؟ واحنا مره تانية انا يعني مش عايز اقول ان انتم شرفتونا في قريه الدلتون محافظه المنوفيه، وشكرا لكم، وبكرر الشكر تاني مره تانية وثالثه للدكتور محمد فتحي سالم، وربنا يجعله في ميزان حسناته. بس انا بشكر حضرتك جدا حاج محمد عطيه، شكرا جزيلا. شكرا 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 مشاهدينا، شكرا جزيلا ليكم. الحقيقه شفنا تجربه عظيمه جدا من قريه عريقه ولها تاريخ، قريه دلتون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أكبر القرى في مصر أو تاني قرية في مصر بتزرع محصول مهم وهو محصول القلقاس. نتمنى خلال الفترة الجاية من الدولة
الاستماع وتلبية نداء المزارعين بدعم الزراعة الحيوية والزراعة العضوية في مصر للتوسع في التصدير والتوسع في السوق المحلي وتوفير هذه المنتجات للسوق المحلي والحفاظ على صحة المصريين. شكرا جزيلا لكم، معكم شعبان بلال من برنامج من سيزرع المليون.